لما بكون عم بكتب الفيلم الشخصيات بتتكون بطريقة كتير دقيقة، يعني ببقى عم بكتب الشخصية وبعرف مزبوط كيف شكلها، كيف بتحكي، شو اللهجة تبعيتها. بعدين بجرب فتش بالحياة على شخصيات بيشبهوا هيدي الشخصية اللي كتبتها. ما بعمل أدوار مركبة، يعني ما بطلب من الممثل يصير شخص تاني مشان الفيلم، لأنه يمكن أنا بحاجة أنا كمخرجة إنه صدق هاللحظة مين ما كان في ممثل حيلا شخص. عندي هالتحدي إنه أقدر طلع من حيلا إنسان شيء أو لحظة حقيقة، بس هذا الشيء بيطلب كتير جهد، يعني بيطلب إنك تكون كتير بتعرف الناس وبتعرف تجرب تلاقي مفاتيح العالم. يعني كل إنسان عنده مفتاح، كل إنسان لازم تحكيه بطريقة معينة مختلفة عن التاني حتى تقدر تطلع اللي بدك إياه منه. فوتي لجوا عبالي قدامي كيف شرستينا فعولي بتعلع بالشارع، فوتي لجوا خلصيني شرستينا. ثلاثة بالك وقت بيكتشفوا المشهد النهار زيته أو اللحظة زيتها، فسر لهم شوي شو رح يصير، حطهم بالجو، بقول لهم شو مفروض نحكي تقريباً، وبخلي الحياة تعطيني هيك هدايا مفاجآت، لأنه بجرب قد ما في يكون منفتحة لهاللحظات الغير متوقعة اللي بتعطيني إياها الحياة. وبحس إنه السينما ممكن تغير أكتر لما منحس إنه هذا الإنسان اللي عم نتفرج عليه مثلنا مثله، مشان هيك بختار ممثلين أول مرة ممثلين، لأنه في لحظة حقيقة تمينة.